جماعه الموضوع طلع قصه وسيناريو وتاليف ملهوش حل، وكل ده ليه؟ كل ده علشان الشيخ ياخد اللقطه. ده الموضوع يا جماعه بقى ترند في كل العالم، والسي ان ان الامريكيه نشرت عنه، وصحف وقنوات عالميه كتير قوي 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 قوي. فعلا انا والله العظيم مش بكدب عليكم، الموضوع قصه وسيناريو وتاليف، ولكن تاليف مين بقى؟ تاليف القدر. وما اجمل من قصص وسيناريو القدر اللي ربنا عز وجل يقول للشيء كن فيكون، زي ما احنا حضراتكم كلنا شايفين الشيخ الحنون العطوف الجميل ده، الشيخ وليد الجزائري امام مسجد ابو بكر الصديق في الجزائر طبعا، تمام، بكل بصوا كده بكل تلقائية وعفوية القطة نطت على جسمه، تمام. طبعا يجي في دماغك على طول ايه ده، هيش القطة هيضربها مش عارف ايه الكلام ده كله، لا، فبكل تلقائية طبطب على القطة وطلعت وبسته وهو بيقرأ القرآن في صلاة التراويح، سبحانك يا رب العالمين. الراجل ولا في دماغه اطلاقا انه هيتشهر او الفيديو ده حد هيشوفه او اطلاقا، كله لله في لله في لله. لكن ربنا عز وجل يا ربي، ربنا عز وجل لما يقول فعلا للشيء كن فيكون، في لمح البصر على النقيض الآخر نلاقي مسلسلات بيتم صرف عليها ملايين وكاميرات احترافية يمين وشمال علشان يطلعوا حضراتكم المشايخ بالشكل ده. أيوة الشكل البشع ده، تلاقي الشيخ مبرق وتلاقي الشيخ متطرف وعصبي وغليظ القلب وقاسي. يعني أنا مش عارف بجد، أنا مش عارف المغزى بإن دايما نطلع واحد لابس طاقية أو ليه لحية أو لابس مع يا ربي عباية بيضة، تمام، ونطلعه إرهابي وشديد القسوة والكلام ده. أنا مش فاهم، يعني أنا مش فاهم ليه بنعمل كده، ليه؟ يعني لو ما عملناش كده خلاص مش هنجيب إعلانات، مش هنجيب مشاهدات، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا شوفوا كده يا جماعة، شوفوا كده تعليقات الأجانب، شوفوا بالله عليكم تعليقات الأجانب على قناة سي إن إن جميلة إزاي. اللي يقول لك أنا مسيحي ولكن أنا أحب الإسلام، واللي بيقول لك صوت الشيخ جميل، بصوا التعليقات مفرحة ومبهجة إزاي. شوفوا سبحان الله، وأكنها رسالة من عند ربنا عز وجل. يعني موقف بسيط 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 جدا جدا، اتصور تلقائي بأحاديث كل 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 العالم، سبحانك يا رب العالمين. وعلى النقيض الآخر بقى الإخوة العلمانيين اللي ما بيحبوش دينهم او ما بيحبوش الاسلام، اللي هو ايه يعني ده، ايه يعني ده، ومش عارف ايه، واللي فاكر فعلا ان الشيخ هو اللي عامل الموقف ده حوش حوش يا تحوش، مقبضين القطه، ها في مخرج ورا واقف، ها يلا يا قطه اكشن، ها بس 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 نيو نيو جنب عليه، يلا ها كيس هم، يلا يا بوسي، ها في تقريبا كواليس ورا بقى. طبعا ده فكر العلماني اللي ما بيحبش دينه، تمام، اللي هو المشهد ده معمول، او يمكن القطه دي فوتوشوب او جرافيكس او افتر افكت. فعلا دين الاسلام دين الرحمه ودين التسامح ودين العطف على الناس بعضها ببعض وعلى الحيوانات وعلى سبحانك يا رب العالمين. لو كلنا حاولنا نعمل مواقف زي كده بتصوير يمين وشمال وكاميرات اعلى الجودات وبملايين، سبحان الله، مش هنعرف نعمل كده خالص. لكن شوفوا تصوير كاميرا الجامع الضعيفه، الكاميرا يعني العاديه، او تصوير موبايل، سبحانك يا رب العالمين، ولقطه كام ثانيه شفتوا قلبت بقت حديث العالم كله ازاي. سبحان مغير الاحوال، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. وفعلا والله العظيم يا جماعه قصه وسيناريو من تأليف القدر ملهاش أي حل إطلاقا، وفعلا يا جماعة قصة وسيناريو من القدر ملهاش حل. حبايبي بحبكم في الله، مستني رأي حضراتكم. السلام عليكم.